أنا لا بطيقها ولا عاوزة أشوفها، دي ست شريرة ومش لطيفة ومش مضطرة أجامل، واتفقت مع حماتي عليا عشان تخرب بيتي، وفي الآخر اتطلقت بسببها وأنا عندي طفل. أسرار قطيعة السنوات بين الراقصة دينا والفنانة فدرة. ليه الاتنين ما كانوش بيحبوا بعض؟ وإيه هو السر الخطير اللي كان بين الحما وطليقة ابنها وتسبب في خراب بيت دينا؟ يا ترى إيه هي أسرار قطيعة السنوات بين الراقصة دينا وفدرة؟ وإزاي تصلحوا في النهاية؟ خليكم معانا في الفيديو ده، هقول لكم تفاصيل الحكاية. اتكلموا على بعض في البرامج وقضوها تصريحات نارية واتهامات وأكاذيب، ومحدش يعرف الأسرار ولا كل اللي بيحصل. ببساطة كده كل حاجة غريبة بين الاتنين. اتجوزوا نفس الراجل، وهو ده اللي خلى علاقتهم مع بعض مليانة كلام رايح وكلام راجع. فدرة كانت متزوجة فنان مشهور، وانفصلوا ورجعوا تاني وانفصلوا تاني، وبعدين دينا اتجوزته. دماغك لفت صح؟ طيب هبسطها لك. الراقصة دينا اتجوزت المخرج الراحل سامح الباجوري بعد ما انفصل عن الفنانة فدرة بعشر سنين، وفدرة كانت متزوجة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة. دينا قالت أنا اتجوزته بعد ما طلق فدرة، بس هي قررت تصاحب حماتي وتقلبها عليا. فدرة دي ست شريرة ومش لطيفة، أنا بكرهها ومش مضطرة أجاملها، أنا مقدرش أتحمل أي حاجة، واضطريت أطلب الطلاق. والمخرج الراحل سامح الباجوري بعد ما اتجوز دينا خلف منها ابنهم علي ورحل بعد صراع مع الكانسر. فدرة قالت انها اتجوزت سامح لما كان عندها 18 سنة، وبعد كده انفصلوا وسافرت هي امريكا عشان تدرس، واتجوزوا تاني لما كان عندها 25 سنة، وانفصلوا تاني وهي عندها 27. وبعدين سامح اتجوز دينا بعد ما انفصل عن فدرة باكتر من 3 سنين. هنا بقى كانت طبيعة علاقة فدرة ودينا زيرو، وعمرهم ما كانوا صحاب ولا يعرفوا بعض، ومفيش اي حاجة بينهم غير انها متزوجة سامح في آخر أيامه. فدرة كانت مرتبطة بحماتها جداً، شايفاها ست جميلة ومثقفة، والحوار معاها مفيش ملل منه. ولما اتجوزت سامح ما كانش عندهم بيت، وكانوا قاعدين عند حماتها، لدرجة إن لما بيتهم خلص كانت بتعيط ومش عايزة تمشي، وخدت بيت قصادها عشان تبقى جنبها. وقالت عنها حماتي دي كانت أمي وصديقتي ومثلي الأعلى في مرحلة مهمة في حياتي، وما كنتش آخد أي قرارات من غير ما أسألها وأتناقش معاها. فجأة كده وبدون أي مقدمات ولا تصالحات، الراقصة دينا أنهت قاطعة سنوات مع فدرة بعد اتهامات متبادلة ما بينهم. ونشرت دينا صورة مع الفنانة فدرة على حسابها على إنستجرام وهم في العرض الخاص لفيلم العميل صفر واللي اتعمل في سينما في أكتوبر، وقالت في تعليقها على الصورة مع فدرة في العرض الخاص لفيلم العميل صفر. تفتكروا كده الاتنين قالوا فركش للمشاكل والاتهامات، ولا ممكن يحصل أي حاجة بينهم تجدد الجروح من تاني؟